الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. في زمان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لنا وقفات على وحي من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتكلم فيها في هذه الحلقة عن تأييد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. في الهجرة دائما نقف ونستلهم من وحيها المبارك دروسا وعبر، ونسقط هذه الأحداث على واقع أمتنا لعلنا نستمد منها الهدى والنور والهداية إلى طريق الحق. فالهجرة لم تكن حدثا عاديا، بل كانت ملحمة كبيرة بين أهل الإيمان وأهل الطغيان. الهجرة كانت وما زالت سراجا منيرا مضيئا يضيء للأمة حتى تنكشف بها الغمة. الهجرة كانت معونة وتأييدا من الله العظيم سبحانه لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فالهجرة في الحقيقة كانت نصرا وانتصارا وفتحا مبينا لإقامة المدينة الفاضلة، مدينة الإيمان، مدينة الأمن، مدينة الرحمة، مدينة الأخلاق، مدينة العز والأدب. ولذلك صور بعضهم هذا المشهد في أبيات شعرية يقول: في هجرة المصطفى مغزى لمدكر، يعني عبرة للمتعظ: لا تجهلوا مجدكم يا قوم، واذكروا لو كان للمال أو للجاه قد خرجوا، لو أن الصحابة والنبي خرجوا للمال والجاه أو للرياسة أو للفخر ما انتصروا. الله يعلم أن القوم تحفزهم الذي خرجهم عقيدة، ولها الأرواح قد نذروا أرواحهم لله. فبالعقيدة قام القوم وأتلفوا، تآخوا وتحابوا، وبالعقيدة يرمى القوس والوتر، وبالعقيدة ذل الشرك وارتفعت منارة بسنة التوحيد تفتخر، وبالعقيدة كان النصر وانهزمت جيوش كسرى فلا تاج ولا سرر، وبالعقيدة راح العلم، راج العلم وازدهرت رياضه، فله الأزهار والثمر. ضعف العقيدة داء الشرق فانتبهوا، ضعف العقيدة داء الشرق فانتبهوا، قووا العقيدة فالإيمان يحتضر. ربنا سبحانه وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة، والتأييد لا يكون إلا لأهل الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يكون الله معه فلا بد أن يكون مع الله، ومن أراد أن ينصره الله لا بد أن ينصر الله في نفسه وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي مجتمعه. والتأييد من الأيد، أي القوة، أي يأخذها بالقوة. والتأييد نوعان: ما يحصل من غير واسطة أسباب معتادة، كتأييد الله النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات كانشقاق القمر، نصر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، ما أن يخرج من مكانه والعدو على بعد مسيرة شهر يخاف ويهرب. وقد يحصل بواسطة تأييد، يحصل بواسطة أسباب كالملائكة يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالمؤمنين: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وآيات القرآن الكريم تؤيد هذان المعنيان في آيات كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى على نبيه عيسى الذي أيده بروح القدس، قال: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وأيد الله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر وكذلك وبالمؤمنين، قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وأيد الله المستضعفين ونصرهم، قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهو سبحانه وتعالى هو الذي أيد المؤمنين من بني إسرائيل عندما قال لهم عيسى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والله أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بإنزال السكينة عليه في الغار، وأيده بجنود لا يراها أحد من الناس. قال ربنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه طمن باله قلبه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. والله سبحانه وتعالى كتب في قلوب المؤمنين الإيمان وأيدهم بروح منه. قال ربنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا يصنعون سلاما مع محتل أرضهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سبحان الله. والله يؤيد بنصره من يشاء. قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله سبحانه وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم تأييدا عجيبا لحبيبه المصطفى، ويتجلى ذلك عندما جلس الكافرون يخططون كيف يتآمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا دون في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، إذا خلوك سجن أو يقتلوك أو يخرجوك ينفوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. معناها أن الله لا يمكر أحدا عليه، المكر بيكون في الخفاء لكن الله مطلع على السر وأخفى سبحانه وتعالى، فالمكر يعود عليهم. سخرية واحتقار لهؤلاء القوم، أحضروا شبابا أقوياء معهم سيوف صوارم ووضعوا عليها سما، لكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا لكن بتأييد من الله، ووضع التراب على رؤوسهم متحديا تلك السيوف التي ذبلت في أيديهم كأنها أغصان فصلت عن شجرتها فلم تغن عنهم شيئا. حماية الله كذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر عندما دخل الغار بعد تخطيط عجيب، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الغار، ووصلوا هم بهؤلاء الذين يقتفون الأثر إلى ذلك المكان، فقالوا قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر له يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا والرسول يهدئ من روعه ويقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. وينزل القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ثقة تامة بالله، وكيف لا وهو لم يهمل سببا من الأسباب، ولم يقصر في أمر يستطيعه، وأكثر من هذا فقد كان خروجه بأمر من الله، والله تبارك وتعالى لا يضيع نبيه أبدا. ولذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بيقين بأن الله لن يضيعنا. وهكذا حال كل إنسان فينا يمر بضوائق أو مصائب أو ابتلاءات، عليه أن يثق في الله، وعليه أن يؤدي ما عليه ليخرج نفسه من هذه الأمور، والله ناصره لا محالة إذا كان مؤمنا قريبا من الله سبحانه وتعالى. سراقة بن مالك رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى جعله مؤيدا للنبي مع أنه كان خارجا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفار قريش قالوا من يأتي برأس محمد صلى الله عليه وسلم سواء حيا أو ميتا هو وصاحبه أبو بكر الصديق نعطيه 100 ناقة. يقول سراقة فاختبأت وراء الأكمة وراء التلال وعندي فرس أعلفها حتى تستطيع العدو وراءهم، فلما علمت بهذه الجائزة 100 ناقة شيء عظيم جدا في ذلك الزمن، زي ما بيدوا الناس هنا جرين كارت والحاجات دي عشان يشتغل جاسوس ضد المسلمين أو ضد الناس، نفس الكلام يعني، لكن في ناس بتبيع نفسها. سراقة بن مالك كان كافرا، إنما المشكلة أن في المسلم الذي يبيع نفسه لإيه؟ لهذا العمل السيء الحقير الذي لا قيمة له في الدنيا ولا في الآخرة. يقول فركبت فرسي وعدت حتى اقتربت منهم، فلما أخرجت سهما من كنانتي إذا بفرسي تسوخ أقدامها في الأرض، الأرض تتفتح وتتبلع أقدام الفرس ويقع من عليها. ثم أعاود مرة ثانية بعدما أطلب منهم الأمان وأركف وأريد أن أصل إليهم، فأقع بعدما تسيخ تنزل أقدام الفرس في الأرض، ثم يخرج من مكانها عندما تخرج دخانا من لهب يصل إلى عنان السماء. فطلبت الأمان في المرة الثالثة، طلبت الأمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأمان وخف عنا لا تخبر أحدا. فسألته أن يكتب لي كتابا بالأمان، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى النبي من جلد يعني، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما حدث في الهجرة. السؤال كيف يؤيدنا الله سبحانه وتعالى؟ الناظر في أحوالنا وما يحاك ضد هذه الأمة المباركة وما يحدث لأبنائها الشرفاء، يرى أننا بحاجة إلى نصح إلى تصحيح المسار، وأن نبحث عن مواطن الخلل في نفوسنا وفي مجتمعاتنا، وأن نستلهم من وحي الهجرة أسباب التأييد والنصر. أول شيء الإيمان العميق. أول شروط التأييد من الله سبحانه وتعالى أن يكون إيماننا عميق، يتخلى نياط قلوبنا وعروق دمائنا، أن يخالط الإيمان بشاشة قلوبنا. قال الله في القرآن وعد الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا منكم، تحقق الإيمان اليقيني العميق وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فحقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرنا به ربنا عن طريق الرسل، المتضمن لانقياد الجوارح طاعة لأوامر الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يأتي الاستخلاف، أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة يظهر فضلها ويظهر شرفها وتظهر نعمتها على الخلق أجمعين، بأن يتمكنوا من إقامة الدين، الشرائع الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، ويكون غيرهم من أهل الشرائع وسائر الكفار مغلوبين أذلاء، وأن الله يبدل هذه الأمة من بعد الخوف أمن، بعدما كان لا يستطيع أن يظهر دينه الآن يظهر دينه أمام العالم،
وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، لكن الله سبحانه وتعالى أيدهم بقوة من عنده عندما يؤمنوا. الأمر الثاني الولاء والبراء. فما الولاء والبراء؟ هو موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. هكذا يكون العبد ولي لله، نسميه ولي لله، أي أنه يحب ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى ما ارتضاه الله عز وجل، ويعمل به، يميل قلبه ويتعمل جوارحه ويعتقده عقلا ويقينا. وأما البراء فهو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا يرضى. يعني كل شيء ربنا لا يحبه كذلك نحن لا نحبه، وهو هذا أوثق عرى الإيمان، أن نحب ما يحبه الله وأن نبغض ما يبغضه الله. هذا الذي قاله ربنا في القرآن الكريم، قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ما هؤلاء الناس؟ قال ربنا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا في غزوة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، يعني أراد أن يؤدبه بأمر معين، يعني حصلت مشكلة كده بينهم، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: كيف ذلك؟ ما بالكم تدعون دعوة الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، هذا سب هذا فوقعت المشكلة، وهذا انتصر بقومه وهذا انتصر بقومه. فقال: دعوها فإنها منتنة، العصبية منتنة، العصبية منتنة، وهذا أمر بيجعل الفتنة بين الناس. لما سمع هذا الكلام عبد الله بن أبي بن سلول ذلك المنافق، أخذ هذا الكلام وبدأ يؤوله، قال: آه قد فعلوها، فوالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بيقصد نفسه العزيز، وحاشا رسول الله أن يكون ذليل. قال عمر: دعني أضرب يا رسول الله عنق هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. تخيل في الزمن ده كانت الكتب كتبت أنه هو بيقول لا إله إلا الله رسول الله محمد بيقتل أصحابه، ولكن النبي كان ذكيا ويعرف حدود كل شيء لأنه مؤيد بوحي السماء. فلما بلغ عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول، عبد الله كان صحابيا جليلا ابن المنافق الكبير هذا، ذهب للنبي وقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغ عنه، بلغك عنه بيقول عنك كلام مش كويس يعني، فإن كنت فاعلا فمرني فأنا أحمله إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالديه مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا. ثالثا الثقة بمعية الله سبحانه وتعالى، وهذه صفة من صفات المؤمنين، وهي مستمدة من صفات الأنبياء الصادقين. انظر إلى إبراهيم عندما ألقي في النار وجاءت الملائكة تسأله، قال: أما منكم فلا، أما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل، فكفاه الله شرهم وكيدهم، وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الثقة صفة من صفات الأولياء الصادقين. يقول يحيى بن معاذ: ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه في كل شيء، من كل شيء سبحانه وتعالى. في الهجرة المباركة لما خاف الصديق وقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، رفض النبي تلك المقولة، هذه الرسالة السلبية، وقال في ثبات المؤمن ويقينه بربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، سهرت عيون
ونامت عيون في أمور قد تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في الغد ما سيكون. الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد، وهو سنة نافذة، سنة إلهية. قال ربنا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولكن هذا الصراع معلوم العاقبة. قال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. رابعا: كيف يؤيدنا الله؟ بالصبر والثبات. من علامات النصر والتأييد الصبر والثبات، عدم التزعزع والشك والريب. قال ربنا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين كما قال ابن القيم تنال الإمامة في الدين. وحسبنا خباب عندما شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، ما دونه لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وقد كان. وأخيرا من تأييد الله عز وجل لمن أراد أن يؤيده الله: التضحية. من مؤهلات النصر والتأييد التضحية، والهجرة النبوية المباركة كانت ملحمة من ملاحم التضحية بجميع أشكالها وألوانها. تضحية بالنفس، وذلك في نوم علي بن أبي طالب في مكان النبي صلى الله عليه وسلم وفراشه وهو يعلم أنه قد يعرض نفسه إلى الهلاك. تتمثل في أبي سلمة رضي الله عنه عندما ترك ابنه وزوجته وترك الأوطان. تتمثل في جميع الصحابة الذين غادروا ملاعب الصبا والديار والأوطان. تتمثل في التضحية الذي ضحى فيها صهيب الرومي بالمال وضحى بثروته، وأنزل الله: ومن الناس من يسلي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والنبي يقول له: ربح البيع أبا يحيى. وكذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي جند نفسه وأهله وماله وخدمه طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إشارات وقطرات من وحي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يؤيده الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يؤيدنا بالإيمان، وأن يسكب في قلوبنا إيمانا عميقا وثباتا وصبرا من عنده، وأن يبصرنا بحقائق الأمور، وأن يجمع هذه الأمة من شتات، وأن يوحد صفها تحت راية الإيمان، وأن يعيد لهذه الأمة مجدها يا رب العالمين تحت راية الإيمان والقرآن. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.